السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير وياكم علي العراق. اليوم جايبكم لعبة دارك افنجر 3. شباب طبعا الجزء الأول دارك افنجر 1 هي السبب في إدمان علي العراقي على ألعاب الأندرويد. طبعا دارك افنجر 1 اللعبة الوحيدة، خلي أضغط هنا، اللعبة الوحيدة اللي خلتني أسهر للخمسة الفجر تقريبا كل يوم أو بين أسبوع أو أسبوع. كان بها فعالية. طبعا دارك افنجر 1 خلينا نشوف نظرة صغيرة هيك بالشاشة، كانت لعبة بسيطة لعبت على الاس 3 بوقتها تقريبا ب 2013 او 2014 لعبتها. ب 2014 لعبتها بس كان ما عندي قناة او شيء، ما مسوي قناة فما صورت عليها ابد. بعدين نزلت عليها مقطع بسيط سريع بس عن النهاية، عن النهاية يعني شرحت البداية من اللعبة، بس هي اللعبة انتهت بوقتها. صار عندي حساب بملابس اسطورية، درو اسطورية وما ادري شنو. كان بها اونلاين عشان تتقاتل البوسمي. بعدين نزل دارك افنجر 2 اللي هي دارك ريبون، هم شرحت عليها الالعاب الار بي جي من شركة جيم ديفول، شركة شياطين الالعاب، هاي اسمه جيم ديفول. وهسه نزل الجزء الثالث دارك افنجر 3 طبعا على توب توب ماركت الصيني طبعا. فانا حرفع لكم الاي بي كي مالتها، الداتا واي فاي، حجم اللعبة 600 ميجا بايت، 600 ميجا بايت. طبعا هنا بيها الشخصيات ثلاثة حاليا، لغة كورية طبعا بعدها ما صار انجليزية. هاي الحركات خلوها هيجي بعيدة يعني لا تغركم هاي الحركات، ما عليكم. عندكم السياف والساحر هذا رهيب صراحة، هذا رهيب. بس انا احب السياف دائما دائما، اي لعبة حربية احب اجرب السياف لان هو يعطيك اكثر واقعية للقتال. طبعا هنا يمكن خوذه يتغير. اوه ما هذا، هذا اللي بس المضيء. هلأ الازرق فتشي، يمكن اقدر اختار اي لون. شنو الفرق بين الثالث؟ ها هذا هيجي والثالث هذا حلو. بس عبالك يعني مو لعبة حربية، عبالك لعبة يابانية. صح هي كورية اللعبة بس عبالك من هذول المقاتلين اليابانيين، ما حلو. هذا ظلمه والله رهيب بس ظلمه. يعني انا احب العادي يعني، هسه هذا العادي اشوفه احلى. فتشي بسيط هذا، ويلي ويلي كل من حيختار هذا مبروك عليه لان هذا اللبس الصراحه رهيب. كان اخذ هذا، ليش ما اختاره؟ خل اختاره، يلا اختاره. خلينا نشوف البدايه مال اللعبه. طبعا انا لعب الجزء الاول والثاني، قلت لكم الجزء الاول هو السبب في ادمان علي العراقي على العاب الموبايل، على العاب الموبايل الاندرويد. طبعا الجزء الثاني تغير هواي، والثالث تغير بعد اكثر، يعني صار كانه مو لعبه عاديه تصوير من فوق ار بي جي، لا لعبه رهيبه. بس نشوف الاكشن مالتها، الاستعراضات مالتها رهيبه. تلقون رابط الاي بي كي بالوصف شباب، حملوه بعد الاستعراض مالتها. هلأ عبالك فيلم بادي مو لعبه. روح اوه ضربوه، يلا يلا يلا، بداية حلوة، بداية حلوة من اللعبة. شجا ايوة كلش زين. طبعا العاب كورية وصينية رهيبة رهيبة رهيبة، بس للأسف ما نقدر نفتهمها، واكثر الالعاب ما تترجم، ما يترجموا، يبقوها صينية باو الرسومات مال اللعبة. صراحة فتشي رهيب. هاي البداية طبعا انا اختاريت ذاك الزي، بس هاي البداية مال اللعبة لازم هيك فعادي. هنا يقول لك البداية. ما انا احب بالالعاب الاكشن او الار بي جي انه يقدر يروح لاي مكان، وهاي بهاي بهاي اللعبة خاصة دارك افنجر اقول لكم انه القصة مالتها حتكون رهيبة، وكذلك اونلاين يصير بها دائما. الجزئين السابقين بها اونلاين دائما، صناديق باللعبة يعطيك دائما له طاقة. طبعا حلو حلو اللعبة والله. الجزء الأول شاته أيام قبل 4 سنوات، قبل 3 سنوات، قبل ثلاثة سنوات. ايش صار؟ احترقوا جماعتي. اما هذا العتريس، ايوه انهض ايها الامير. نعم انا بخير وانت كذاك؟ ايوه نحن بخير، سوف نذهب. يلا حسن حسن،
لقد جاءوا الآن. هو لك شنو الحركة؟ كريتوس تحول كريتوس. بس تدوس على الجمجمة هو يقمز على الشخصية يكسر عظامه وراسه والى اخره. كأنه دانتي دان عم ضيف المايك رايت جديدة حسب مية. هلا بس استعراضاته رهيبة. هذا الامير اللي يتعارك فيه هذا الوحش عبالك باللعبة ذا لورد اوف ذا رينجز الفيلم والظلام. هذا اللعبة الجزء التحديث مال الجزء الثاني مدر الثالث الجزء الثاني يمكن يشبهه. شنو هذا؟ بس كداي مو ترسم. لا والله خمس مرات لازم خمسة اكس. هاي اربعة ثلاثة. الجمجمة ما اشتغلت وياه ما ادري شنو هاي زر. هاي الجمجمة الحمراء. هلا هلا لك هلا. واو صراحة رهيب بداية مال لعبة كلش رهيب ما صورت هيك صراحة. غير اذا تشوفون الجزء الاول وتشوفون الجزء الثالث حتشوفون تغير كبير باللعبة. خلي شوفون حنوصل بعد. هو هذا ابو المشكلة هذا قائدهم. خلي نروح له. تعال تعال. لا والله انكتله بسهولة. طبعا اسامهم بالكون مدى تعرف. خلا اجرب الجمجمة الخضراء. هلا 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 دوس مرت اللوخ. الجمجمة رهيبة هنا استخدامها رهيب. انكتلو هاي شنية. هاي هاي ياخذ سلاح العادي يومين مثل كريتوس. اللعبة عبارة عن ديفل ماي كراي زائد جاد اوف وور. هلا 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 لك هلا والله. لك 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 خطيرة اللعبة خطيرة. هاي الساحرة اللي ويانا المفروض اللي اقدر اختارها بالبداية. اي الساحرة بالبداية يعني لو ما اخذت شاس الامير يمكن هنا. خطيرة قتلوها بس شكلها اجنبية مو كوريا عبارك. ايش نبي على كوريا بسرعه روح ساعدها علاوي. لك هاي بشاربك يا زلمه. لا والله كوريا بس عباك ايش نبي. ويفون اوكي اعتقد ورا هاي ويكتفي الى هنا هذا المقطع. خلينا نشوف هذا الجيم بلاي البسيط. لا والله خلصت. اي هاي هاي احدى الحركات القوية اللي عندها انه تجمد الاعداء. حتكسرهم؟ اي كسرتهم تكسيرة. ليش كيف الطفلة اللي وياها. هجوم خلينا نشوف بعد شكو. بس والله عليها ركضة قوية حلوة. قبل سنة عرفت انه حذفوها الشركة حذفتها ما اعرف ليش. هسه دادونا على دارك افنجر وان ما راح تلقوها. الشركة حذفتها ما اعرف مع انه حققت نجاح مو طبيعي الجزء الاول وخاصة اني هواي اشتريت جواهر. يعني يمكن ثلاث مرات اربع مرات بوقتها وهذا التنين. خلينا نشوفه. لك 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 افلت افلت منه. عكس عكس عكس. افلت طار افلت. لا تعال. كبداية ضربات خفيفة لان انت لا درع قوي عندك لا سيف قوي. فبداية كلها تعليمية. هاي كلها تعليمية. خلينا نشوف الجمجمة. هلا هلا من يدوس الجمجمة هو يستلمه بعد. حلو. بالنسبة لهذا الكوب اللي هنا على اليسار ما اعرف شنو هسه اشوفه. ما هذا ما اعرف ايش يسوي. يسحب طاقتي. صار وياه راح يسوق. هاي الايد ينزل عليهم بينما النار. ما هذا يا هذا ماذا تفعل.
هذول بضربة واحدة. عمي شوف شوف الأصوات، شوف الرسومات، استمتعوا شوي استمتعوا. هذا الوحش مال سيد الخواتم همين موجود بسيد الخواتم، بس تضغط الايكون مال النار هو راح يرش. خلي هذا الضربة ضربة قوية. انتهي انتهي. خلص ثانك يو مستر دراغون. تطويرات يمكن هسه حنروح. هاي البدلات مال البنات، هاي الازرق يمكن لو مصيف او مصيف يعني بها ملابس حلوة. اذا وصلنا الى القائمة الرئيسية، خلصت ليفل 4 صارت. طبعا تعال هنا المهمات هم يقول لك فوت هنا وراح تلعب مرت اللغ. ما اعرف شو ماني الاونلاين، خلاص بالله ناشكو. هاي المهمات المراحل، اي وصلنا المراحل الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، الفي في اي والاي في الاربعة تعرفوا هاي الارقام. فهذه المهمات هنا، يلا المهمة الاولى ستيج 1. طبعا هي البداية انه يعلمك مثلا اضغط هنا عمود تعرف بعدين مثلا هسه انا طلعت من اللعبة مرت راح اعرف وين دسيت وين طبيت، فما علي باللغة غريبة لولا. اكو هواي ما يعرفون انجليزي بس يعرفون يلعبون العاب بالانجليزي يعني يعرف وين يدخل. فهي اللعبة خلصت، هاي ستيج 1 انه حيبدي مراحل ويحسب لك وقت ومدري شنو. طبعا بها تشات يمكن، اي تشات الدارك افنجر 1 هم كان بها تشات تقدر تحكي ويا الناس سواء باللعبة اونلاين او بالدردشة الجماعية العامة. اهم حركة ان هي تجي جمعة انه فشي حركة كلش حلوة من الشركة. حملوا اللعبة دارك افنجر 3 رهيبة، والملعب دارك افنجر 1 مع الاسف لي الملعب لان اللعبة حذفوها الشركة حذفتها، كان احلى جزء عندي بذاك الوقت واحلى لعبة واحلى لعبة لعبتها لحد الخمسة الصبح العب لان بيها كان فقرات لازم تلعب من الخمسة الفجر حتى تحصل 60 جوهرة، نتعارك على 60 او 100 جوهرة فقط او اول مرتبة والثانية والثالثة يحصلون اعتقد لو 100 الف يمكن 1000 جوهرة يحصلون بالمرتبة مال 60 يعني اصلا بين هوسة ما اعرف ايش احكي لكم. كانت الجزء الاول ادمان مو طبيعي. اذا الى هنا نهاية الفيديو، تلقوا رابط الاي بي كي بالوصف دارك افنجر 3 على جهاز الاندرويد. كان معكم علي العراقي وسلام.